بحلقة Property Yours اليوم رح نتعرف على كافة العقارات المتوفرة بلبنان واللي بتشمل شقق سكنية، مكاتب، فلل وأقسام تجارية متنوعة. لكل أشخاص بيرغبوا بالتملك بلبنان ما قالون إلا يتابعونا، خليكن معنا. Escape Residential Compound كاشف على منطقة ترميلة، مؤلف من 70 فيلا وبيمتد على مساحة أرض 30,000 متر مربع. موقعه بعيد 20 دقيقة عن بيروت، مع أكسس سهل بعيد دقيقة من الطريق العام، وقريب من المطار وأهم المدارس والجامعات والمنتجعات السياحية بالمنطقة. قسم من الفيلاز دوبلكس مساحتهم بين 180 و 300 متر مربع، وقسم تريبلكس مع انترنال اليفيتور مساحتهم بين 360 و 450 متر مربع، بالاضافه لروف مع تراس بكل فيلا. مودرن ديزاين بالعمار، واكثر من 55% خضار وجاردنز داخل المشروع. لكجري لايف ستايل وخدمات عديده مأمنه، مول تجاري، جيم وسبا، جيتد كوميونيتي وسكيورتي، واثنين لاربع باركينج لكل فيلا. دبل وولز ودبل جليزنج، تجهيز اي سي وسولار سيستم، كهرباء ومي 24/24، يوروبيان باثروم ستايلز وسانيتري، بالاضافه لبرايفت جاردن بكل فيلا مع تجهيز لسويمينج بول حسب الطلب. اسكيب مشروع فيلل اندر كونستراكشن بعيد 700 متر عن البحر وكاشف على سي فيو ما بينحجب. 25 فيلا من اصل 70 بعدهم افيلبل للبيع، وكل فيلا خاصه ومستقله. اما التسليل ابتداء من 2018. تسهيلات مميزه للدفع وتقسيط 25 سنه باقل من 1% فايده، والستارتنج برايس 300,000 دولار. رينج 200 تاور سكني موقعه استراتيجي ببيروت، بيطل على حديقة جبران والأسكوا وعلى بعد 10 دقائق من المطار. بانوراميك فيو على البحر والمدينة والجبل. مؤلف من 11 طابق وشقة واحدة بالطابق. مساحة الأبارتمنت 230 متر مربع، بيتضمنوا 2 صالون، داينينج و3 ماستر بيدرومز. 9 أبارتمنت افيلبل للبيع وجاهزين للسكن، واندر جراوند باركينج لكل الشقق. من أهم المواصفات الداخلية: رخام إيطالي، كيتشنز وباترومز أوروبية، هيتينج وإير كونديشنينج سيستم، بالإضافة لبولت وساوند بروف جليزينج. رينج 200 تاور جاهز للسكن بوسط بيروت، تحديداً شارع فؤاد شهاب، مساحة خضراء بالطابق الأرضي بالإضافة لسيكوريتي مأمنة. بيروت جاردنز بروجكت باخر مراحل الفينيشينج، موقعه باهم نقطه بوسط بيروت كاشف على فيو البحر والمرفأ. مكون من 3 اقسام: محلات تجاريه، مكاتب، وشقق سكنيه. 4 بلوكس، 2 للمكاتب مع مدخل مستقل، و2 للشوبس والابارتمنت. مساحات الشقق بتتراوح بين 180 و 450 متر مربع سامبلكس، وبين 275 و 435 متر مربع دوبلكس. عدد الشقق الافيلبل للبيع 26، اما المحلات التجاريه 9، بالاضافه لاربع اندر جراوند فلورز للباركينج والستورج روم. مواصفات العمار على مستوى عالي ومودرن ديزاين بالخارج. اما بالداخل رخام اوروبي وباركي ماسيف، شوفاج وسنترال اي سي، خدمات عديده مأمنه بالمشروع: سويمينج بول، جيم، سيكيورتي 24/24، واربع برايفت جنريتورز. بيروت جاردنز هاي اند بروجكت بجيتد كوميونيتي، بمنطقه استراتيجيه قريبه من اهم المراكز التجاريه بالمدينه، والتسليم باول 2018. G
جي تاورز بالأشرفية، بروجكت سكني موقعه استراتيجي كاشف على فيو البحر والمدينة، مشروع جاهز للسكن ومؤلف من 100 شقة. أربع بلوكس وعدد الطوابق بين 14 و 21 طابق وست مساحات مختلفة للشقق بتتراوح بين 145، 176 و 262 متر مربع. دوبلكس واحد بآخر طابق من كل بلوك مع روف تيراس وبانوراميك فيو. 50% من المشروع أفيلبل للبيع والشقق بمساحات مختلفة بالإضافة لجيم مشترك وبرايفت اندور بول. من أبرز السبيسيفيكيشنز دبل وولز ودبل جليزينج، سيكوريتي مأمنة، وبالداخل رخام إيطالي، باركي ماسيف، كيتشن وباثرومز أوروبية، بالإضافة لفول سيلينج ولايتينج ديزاين. جي تاورز بالأشرفية بروجكت سكني آمن مع أربع أكسس مختلفين من الطريق العام وقريب من أهم مراكز التجارة والخدمات. أربع هاي أند بلوكس جاهزين للسكن بالإضافة للأندر جراوند فلورز للباركينج بكل بلوك. بدأت لجنة المساهمات العقارية المتعثرة بوزارة التجارة والاستثمار السعودية بإزالة المعوقات بأربعين مساهمة متعثرة، لاسيما فيما يتعلق بالصكوك والمخططات، تمهيداً لطرح ورد حقوق المساهمين. وقال الأمين العام للجنة حمزة العسكر إنه مخطط النخيل بمكة المكرمة من أبرز المخططات اللي رح تعرض للبيع قريباً. هيدي كانت حلقتنا لليوم، رسونا على بريدنا الإلكتروني info@propertyyours.com، كما وفيكم تتصلوا فينا على الرقم اللي عم بيظهر على الشاشة. زوروا propertyyours.com، صفحتنا على الفيسبوك ومتف.com.lb/programs لمزيد من المعلومات. أنا بلاقيكم بحلقة بكرة بنفس الوقت مع مزيد من الأخبار العقارية. خليكم على الموعد.